ده شكلها بعد ما طلع من الجيم. المهم هو كان اصلا بعت لي اجيب لها شراب، الشراب ده في حاجه من فوق، رحت النهارده عشان هو عندما نقول متابعينا الكرام انهم سعداء، هذا تصنيف متابعينا الكرام على الاقل بالنسبه لل متابعينا الكرام. طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية وشكلها وكيف تمت وعمليات إطلاق النار وكيف تم استخدام آلية الإطلاق، متابعينا الكرام، من الواضح بأننا على الأقل أمام عملية عسكرية أريد منها تنفيذ عملية اغتيال صعبة. انتبهوا متابعينا الكرام لما أقول، الاحتلال بعد كل عملية يفشل فيها ينفذ عملية اغتيال صعبة، يكون فيها صورة قوية ويكون فيها عدد من المرتقين ويكون فيها إصابات دقيقة، ويحرص أن تنتشر الصورة لإعادة ترميم حالة المعنوية للاحتلال الإسرائيلي. يوم أمس كنت قد تحدثت إليكم بأن المخطط الإسرائيلي على الأقل يهدف ما بعد عملية تل أبيب يوم أمس إلى تنفيذ إما عملية اغتيال كبيرة وإما القيام بعملية اجتياح لمخيم جنين. الاحتلال متابعينا الكرام الآن يعود لتنفيذ عملية اغتيال. كنت قد قلت متابعينا الكرام يوم أمس الاحتلال قد ينفذ اجتياح وقد يقوم بعملية اغتيال. للأسف ذات السيناريوهات تتكرر. هذا ليس لأننا نعلم لا سمح الله الغيب أو نتنبأ بالغيب، لا، هذا مش هذا الموضوع، لأنه يا أخوان بدنا نعرف كيف يفكر الاحتلال الإسرائيلي وكيف يرسم سياساته، كيف يهندس متابعينا الكرام شكل الردود. هذا موضوع مهم متابعينا الكرام، أن الاحتلال على الأقل يهندس أشكال من الرد، وهذه الأشكال هي قائمة إما اغتيال وإما اجتياح، يقوم بالاستهداف، يحاول أن يبحث عن صورة انتصار، يحاول أن يبحث عن صورة إنجاز، يحاول أن يعيد الاعتبار لدائرة بأنه يستطيع الفحل، وبناء على ذلك هو يذهب إلى عملية اغتيال. الأسهل لديه هو اغتيال للأسف متابعينا الكرام. النقطة الأخرى متابعينا الكرام التي نحاول التنويه إليها، الاحتلال يسعى دائما إلى سرعة الرد. لماذا سرعة الرد؟ يوم أمس متابعينا الكرام وأنا قلت عندما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن الفشل، عندما يحمل الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الفشل، عندما يتحمل هيئة الأركان الفشل، عندما يحول ابن جفير الفشل أو يحمل، وعندما تتحمل المؤسسة السياسية الإسرائيلية الفشل، يصبح هناك نقاشا عن آلية الرد. يوم أمس كان هناك مشاورات من نتنياهو، رئاسة الأركان، قيادة شرطة الاحتلال، الشباك، كلهم كانوا يتحدثون عن سبل إعادة ترميم الصورة. هذا متابعينا الكرام الذي يحاول الاحتلال صناعته، ترميم الصورة في أي لحظة من لحظات الفعل الإسرائيلي. الاحتلال إذن كما قلنا نفذ عملية اغتيال، وأنا أذكركم متابعينا الكرام ما بعد الفشل في جنين نفذ عملية اغتيال في نابلس، ما بعد الفشل في نابلس نفذ عملية اغتيال في جنين، عندما فشل في منطقة حوارة قام بتنفيذ ثلاثة عمليات اغتيال في نابلس، عندما فشل في رام الله نفذ عمليات اغتيال في جنين. معنى ذلك متابعينا الكرام عندما يفشل الاحتلال الإسرائيلي في إيجاد منع تنفيذ هجمات يقوم بعمليات اغتيال، هذا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. التساؤل الأهم متابعينا الكرام، هل انتهى الاحتلال من هذه العملية؟ يعني هل خلصت حدث أمس؟ هل يعتبر منتهيا؟ ولا الموضوع قائم بأن تكون هناك أيضا هجمات؟ ما أستطيع أن أقوله متابعينا الكرام، الاحتلال سيستمر وقد يكون هناك اجتياح أو على الأقل محاولة اغتيال أخرى ومحاولة اغتيال ومحاولة متابعينا الكرام على الأقل بأنه يبحث دائما عن الأهداف. كان قد امتنع خلال الأيام الماضية عن تنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، لكن يوم أمس ما بعد العملية متابعينا الكرام، الآن بعض الإخوة بدأ يتحدث عن يعني للأسف على ما يبدو ترد أسماء الآن للشهداء، ويدور الحديث على ما يبدو عن مطارد كبير للأسف. يعني
او يعني هناك حديث الان عن اسم معروف على الاقل، ونحن نتحفظ حتى الساعة حتى يكون هناك للأسف يعني بيان صادر عن الجيش او عن عفوا الشرطة الإسرائيلية. فعلا الإعلام الإسرائيلي الآن يتناقل بعض الأسماء، انا اتحفظ على الأقل من نقل أسماء، لكن على ما يبدو متابعينا الكرام يدور الحديث عن مقاومين من الكتيبة كما تقول بعض المصادر للأسف الإسرائيلية. إذا متابعينا الكرام، الحديث عن 3 شهداء، الحديث عن اغتيال لمجموعة فلسطينية، هذه المجموعة خططت لتنفيذ هجمات بحسب الاحتلال الإسرائيلي، وكانت هذه المجموعة تحت الرادار الإسرائيلي متابعة حتى الوصول إلى تنفيذ عملية الاغتيال. متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام نعيد فنذكر، إذا الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية عسكرية ابتدأت في جنين قبل ساعة من الآن. الاحتلال يتحدث عن عملية اغتيال، هذه العملية كانت قد خططت بعناية كما يقول مصدر أمني إسرائيلي عبر معلومة وصلت إلى المنظومة الأمنية الإسرائيلية. هذه العملية متابعينا الكرام شاركت فيها وحدة إسرائيلية اليمام، والتي قامت بتنفيذ العملية من خلال اغتيال 3 شبان فلسطينيين بحسب الاحتلال الإسرائيلي. نذكر متابعينا الكرام بأن الجيش الإسرائيلي يعتبر منطقة جنين من المناطق الخطرة للغاية، ويعتبر بأن جنين تحولت إلى المنطقة الأشد على الأقل خطرا على الاحتلال الإسرائيلي، وأنها باتت تصدر ما يعرف بحالة الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال حمل يوم أمس مخيم جنين المسؤولية المباشرة عن تنفيذ العملية التي وقعت في تل أبيب، والتي تبنتها كتيبة جنين، والتي اعتبرت متابعينا الكرام بأنها خطيرة وخطيرة للغاية. وهذه العملية بحسب الاحتلال الإسرائيلي جاءت مفاجئة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، ومفاجئة على الأقل للشباك الإسرائيلي الذي لم يكن لديه معلومة. الشباك يفصل يعني على الأقل يكشف بعض التفاصيل عن عملية أمس، ويقول بأن الشاب الفلسطيني من بلدة رمانة الذي نفذ العملية كان قد خرج متابعينا الكرام من منطقة جنين، واستطاع أن يبقي هواتفه المحمولة في المنطقة هناك، واستخدم أسماء مستعارة حتى استطاع الوصول على الأقل إلى منطقة تل أبيب، وقام بتنفيذ عملية في منطقة تل أبيب قتل فيها أحد الحراس الأمنيين، وأيضا متابعينا الكرام أصيب 3 من أفراد أو من المستوطنين في هذه العملية. نعود فنذكر متابعينا الكرام، ما زال الجيش الإسرائيلي متابعينا الكرام يقول بأن هذه العملية التي نفذت في منطقة عرابة بالقرب من منطقة جنين هي على الأقل جاءت في سياق ملاحقة المجموعات العسكرية المسؤولة عن تنفيذ عديد من الهجمات، وأن الاغتيال على ما يبدو متابعينا الكرام على الأقل جاء في سياق العمل المتواصل للمنظومة الأمنية الإسرائيلية لمكافحة ما يعرف بظاهرة المسلحين في الضفة الغربية بحسب ما تقول القناة 13 الإسرائيلية. إذن متابعينا الكرام، جنين على الأقل، والآن ما يرشح الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية وما يكتب الآن على الصفحات العبرية، تحولت جنين إلى محط أنظار العمليات العسكرية الإسرائيلية ومحط أنظار العمل الإسرائيلي الأمني، باعتبار أن جنين بحسب الاحتلال ووصف الاحتلال بأن مخيم جنين أصبح الإشكالية الكبرى. هناك إذن تأكيد على ما يبدو الآن على أن الشهداء من مخيم جنين في هذه الأثناء. هناك الحديث متابعينا الكرام حول أن الشهداء على الأقل هم من كتيبة جنين كما تقول بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية. إذن متابعينا الكرام، كما قلت في التساؤل في بداية هذه التغطية، وكنت قد أشرت يوم أمس بأن الاحتلال سيعمد إلى عملية اغتيال، وأن الاغتيال سيتم خلال الساعات القادمة، وأن الاغتيال قد يكون مصحوبا بعملية اجتياح لمخيم جنين. هذا ما تحدثت به يوم أمس وما قلته. للأسف الآن متابعينا الكرام،
الاحتلال يقوم بتنفيذ هذه العملية على الأقل من خلال عملية الاغتيال. التساؤل متابعينا الكرام، هل سنكون مقبلون على أحداث يمكن أن يقترف الاحتلال الإسرائيلي؟ الإجابة نعم. هل ستكون دائرة الاستهداف في مخيم جنين؟ نعم قد يكون. هل الاستهداف سيكون في منطقة طول كرم؟ نعم قد يكون. هل الاستهداف قد يكون في منطقة مخيم بلاطة ومناطق نابلس؟ نعم قد يكون. الاحتلال الآن يحاول أن يثبت نتنياهو. الآن قبل قليل تنشر الوسائل الإعلام الإسرائيلية متابعينا الكرام استطلاعا للرأي يقول بأن نتنياهو تراجع 4 مقاعد في استطلاعات الرأي. أحد أسباب عمليات التراجع هو سلسلة الهجمات الفلسطينية. نتنياهو معروف السلوك، عندما يصبح هناك دوائر من التراجع السياسي في قدرته على إعادة تعبئة الجمهور الإسرائيلي باتجاه اليمين الإسرائيلي يقوم مباشرة بتنفيذ عمليات اغتيال. هذه العمليات متابعينا الكرام يقصد منها الاحتلال أولا الصورة للمجتمع الإسرائيلي، يقصد منها عملية عنيفة في عملية الاغتيال. وأنا أذكركم متابعينا الكرام ذات السياقات وقعت في بلدة جبع، ذات السياقات وقعت في مدينة نابلس، ذات السياقات وقعت في البلدة القديمة، ذات الفعل وقع في منطقة جنين. هذا السلوك الإسرائيلي متابعينا الكرام على الأقل هو السلوك الذي نعتاد في قراءة تحليل المشهد الإسرائيلي. قلت لكم متابعينا الكرام عندما يكون هناك اجتماع لرئيس الشباك نتنياهو رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي يبدأ الحديث عن الخطوة التالية. هذا ما يجب أن ننتبه إليه فلسطينيا، بمعنى الاحتلال يقوم بتنفيذ العمليات. إذا متابعينا الكرام نستطيع أخذ بعض الإخوة من داخل مخيم جنين أو جنين إذا في حد بحب يطلع معنا. أشكركم متابعينا الكرام على صفحاتنا على فيسبوك، سنكون معكم أيضا في بث ومباشر الليلة، لكن من يحب الانتقال الآن يمكن انتقاله معنا على موقع تيك توك في هذه الأثناء.